عديد الجلسات المسائية كان قد ضمها حوار المنامة تنوعت بعناوينها ولم تخرج محاورها عن ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط عبر جملة من التفاهمات الدولية المشتركة لمحاربة أشكال التطرف والإرهاب كافة. في قضايا الشرق الأوسط تم الخوض بتحليلات واقعية أوسط بعدم التمهل في إيجاد المنافذ لتسوية أبرز الملفات الشائكة التي تزداد تفاصيلها تعقيدا يوما بعد يوم. الشرق الأوسط لن يستقر طالما ما في هناك استقرار في النظام الدولي. إلى الآن النظام الدولي في حالة سيولة، لا هو حادي القطبية ولا هو ثنائي القطبية ولا هو متعدد الأقطاب، إلى الآن لم يستقر على شكل، وهذا طبعا ينعكس على الأقاليم واللي من ضمنها إقليم الشرق الأوسط. هذه النسخة من حوار المنامة التي قدم موعد انعقادها هذا العام وفرت البيئة النقاشية المباشرة والصريحة لمتنوع آراء كبار المسؤولين الحكوميين في العالم أجمع من ساسة وعسكريين، ممن لم تخرج مداخلاتهم عن صورة التحديات الأمنية الأكثر إلحاحا في الشرق الأوسط وتطورات المرتبطة بمجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، فهي من جاءت تحت ما يمكن تسميته بإعادة ترتيب ملامح الشرق الأوسط المتوتر بأغلبه. مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، إن كانت موضوع اليمن على الأجندة، موضوع سوريا، موضوع التدخلات الإيرانية، محاربة الإرهاب، كل هذه القضايا ما تخص المنطقة بس تخص العالم ككل. دول تقوم بتعاون أكثر فيما يتعلق كيفية محاربة الأمور التي تسبب عدم الاستقرار في المنطقة، وخاصة أن الجانب الإيجابي في المنطقة التنمية المستدامة، يعني هناك توجه للتنمية المستدامة في المنطقة، والتنمية المستدامة من أهم مستلزمات الاستقرار. الدور الأمريكي لابد وأن يكون مؤثرا وإيجابيا في حسابات ومعادلات مختلف القضايا والمواضيع التي ما زال حلها حبيس الأفكار المتطرفة. وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان له رأي لا يبعد كليا عما تم ذكره. كيف تصفون بس الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط؟ دور إيجابي، هذا جوابي. في حل العديد من القضايا خصوصا فيما يتعلق، نعم، يبذلون جهد وعندهم إمكانية، نعتقد أنه دور إيجابي. تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط إلى جانب الأمن والتنافس في منطقة القرن الإفريقي عناوين لجلستين مسائيتين تناولهما المؤتمر بشكل أوعز المتحدثون فيهما إلى ضرورة إعادة الروح للمناطق التي لم تبقي فيها آلة الحرب العسكرية أي معلم يدل على أنها كانت تعج بالحياة. ملفات ساخنة حضرت بأهميتها ليتم مناقشتها بالقدر الذي تستحقه من قبل آراء جادة لمسؤولين بارزين ومؤثرين في المنطقة والعالم أجمع. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.